خفيف كده النصايح. نبدأ بالنصايح. أول حاجة، إزاي نتعرف على نقص المعادن والفيتامينات من خلال الأظافر؟ أوكي. دايماً بيظهر حاجات كده على الضوافر وبنبقى محتارين، هو ده نقص إيه بالظبط؟ إيه سببه؟ أولاً لو في نقط بيضة ظاهرة في الأظافر، على طول نقص زنك. نقص الزنك من أشهر الأعراض بتاعته النقط البيضة اللي بتظهر في الأظافر، بسبب إن جسمك بيستنزف الزنك. بيستنزف الزنك او بيخلص مخزون الزنك اللي موجود جواه من خلال لو اكلت كربوهيدرات كتير، لو حصل توتر، حصل عدوى، حتى وانت جسمك يعني بيستهلك الزنك لمواجهه هذه العدوى. برضو كمان لو في مشاكل في الجهاز الهضمي، كل ده بيقلل الزنك، فبالتالي بيظهر في شكل نقط بيضة في الأظافر. تاني حاجة برضو، الناس اللي عندهم نتوءات رأسية في الأظافر، يعني خطوط بالطول كده، بس مش خطوط بيضة، لا، نتوءات ظاهرة بارزة باينة. النتوءات دي بتبقى علامة عن قصور الغدة الدرقية، وعلامة برضو عن نقص الحديد ونقص فيتامين بي 12. طيب لو الضوافر بتتكسر، هشة، ضعيفة، ده دليل على نقص إيه؟ نقص حاجتين مهمين جدا. اول حاجه الفوليك اسيد او الفوليت، حمض الفوليك اللي موجود في الخضروات الورقيه. يعني لو حد ضوافره بتتكسر وضعيفه، كل خضروات ورقيه كتير، هي بتبقى غنيه بالحمض الفوليك، او خد مكمل غذائي فيه حمض الفوليك. وبرده البيوتين، البيوتين نقصه في جسمنا بيسبب هشاشه وضعف، وان الضوافر بتتكسر بسهوله. البيوتين العلامه بتاعه نقصه بتبقى مرتبطه بمشاكل في الجهاز الهضمي. البيوتين البكتيريا النافعه لما بتقل في الجهاز الهضمي بيقل تصنيع البيوتين في جسمك، فبتبدي مؤشر ان البكتيريا النافعه فيها مشاكل في معدتك، لانها مسؤوله او بتدخل في تصنيع البيوتين. البيوتين نقصه برضو مش بيسبب هشاشة وضعف في الأظافر بس، لا، كمان بيسبب الإصفرار الأظافر بسبب عدوى فطرية. لما البيوتين بيقل، الفطريات أو العدوى الفطرية فرصتها بتزيد، فبيبقى في علامتين لنقص البيوتين: هشاشة أو ضعف الأظافر، أو اللون الأصفر اللي هو بسبب الإصابة الفطرية. في برضو علامة تانية، الخطوط البيضة الأفقية. يعني لو في خطوط بيضة بشكل أفقي على الأظافر، ده على طول نقص كالسيوم أو نقص فيتامين بي 3. العلامتين دول خاصين بالخطوط اللي هي الأفقية البيضة. برضو كمان لو تقعر الأظافر لأعلى، يعني تبقى عاملة زي ده بيبقى مشاكل في الكلى أو الكبد. هو مش أكيد يعني، دي علامة تخليك تطمن على نفسك. برضو كمان لو فيه لون بني على الأظافر، ده معناه نقص فيتامين بي 12.